ممكن يجي يوم نوع الصبح وفجأة نحس بشي غريب بجسمنا، مثل كتلة صغيرة أو حبة أو أي شكل غير اعتيادي. عم تزرع خلية وبدها تسفرها لبرا؟ ايه طبعاً، ليشوفوا شو فيه. يعني الخلية معها باسبور وأنا موعد لل 2024؟ لوين توصلت الأبحاث بعلم الأمراض؟ رح نعرف أكثر من ضيفنا ذا ريسيرشر دكتور رامي محفوظ. طب تطور جداً بوجود العلاجات المناعية والعلاجات التارجتد الموجهة، إن شاء الله نوصل لمراحل القضاء على مرض السرطان. جوزي هو الضرب الأرض يعني. خلاص مأكدة؟ الجواب صح، 100 نقطة. أنت عم تحلم بالمليارات، طبع سيء جداً. The Researcher مع دكتور عماد بوحمد، الجمعة 9:30 المساء على الـ LBCI.